السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. بعد أن يأس مصال الحاج من استئناف نشاطه في إطار حزب نجم شمال إفريقيا، قرر إنشاء حزب وطني جزائري جديد يجسد فيه نفس المبادئ التي قام عليها حزبه المنحل. ويوم 11 مارس 1937 ينشئ حزبه الجديد تحت اسم حزب الشعب الجزائرية، وجعل شعاره لا للاندماج ولا للانفصال، نعم للتحرر. وحزب الشعب هو الذي يمثل ميراث التيار الاستقلالي الوطني، أي الدعوة إلى ما يلي: 1. استقلال الجزائر عن فرنسا، تأسيس برلمان جزائري سيد، تأسيس جيش جزائري، جنسية جزائرية. كثف الحزب الجديد من نشاطه بدعوته الجزائريين إلى الانضمام إليها، وأسس جريدة في الجزائر باللغة العربية بعنوان الشعب، بالإضافة إلى جريدة الأمة التي كانت تصدر باللغة الفرنسية في باريس. وكانت جريدة الشعب نصف شهرية تحت إدارة مصر الحاج، ويرأس تحريرها في البداية مفدي زكريا، ثم خلفه عليها محمد جنانش. وبتاريخ 24 ماي 1937 الموافق لذكرى المولد النبوي، ألقى الإمام ابن باديس قصيدة شعرية طويلة على فوجي الكشافة الإسلامية الصباح والرجاء، بيّن فيها عقيدة الشعب الجزائرية، وأعلن موقفه من الإدماج والتجنيس، حيث جاء في أحد مقاطعه: فوج الصباح وفوج الرجاء. عندما احتفلت جمعية العلماء، جمعية التربية والتعليم، في 1937 بالمولد النبوي، ألقى الشيخ عبد الحميد بن باديس نشيده الخالد: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. يعني بعد كل هذا تقول لي بلي الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يدعو الى الاندماج؟ او يقول لك من قال حاد عن اصله، مش فقط ادماج، من قال حاد عن اصله او قال مات فقد كذب او رام ادماج له. حتى اللي يحاول ان يدمج هذا الشعب في شعب ثاني رام المحال من الطلب، لان هذا مستحيل. واطلق الامام ابن باديس شعارات فهمها المقربون منه ومن الجمعيه بانها دعوه صريحه الى الجهاد ومحاربه المحتله، حيث جاء في المقطع الاخير: في 37 استمعنا للنشيد الذي يحفظ إلى الآن: وأذق نفوس الظالمين ثم يمزج بالرهب وهم الاستعماريين، وقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. هذا القصيد وضع فيه الشيخ عبد الحميد بن باديس ملامح المستقبل المنشود للجزائر المستقلة. واش قال؟ قال: كيف نستطيع أن نصل إلى الخلاص من هذا العدو؟ قال: أولا يا نشأ الشباب، يا نشأ أنت رجاؤنا، وهو كاسم الكشافة، ولكن رجاؤنا بمعنى أملنا ومستقبلنا، وبك الصباح اللي هو اسم الكشافة كذلك، الصباح هو فجر الاستقلال والخلاص من العدو وما ذلك قد اقترب. واش تعمل الملا؟ مش بالدعاء، خذ للحياة سلاحها
وخذ الخطوبة ولا تهب. خذ للحياة سلاحها العلم، سلاحها الوعي، سلاحها الشجاعة، سلاحها الإيمان، هذه كلها خذ للحياة وخذ الخطوب، لكن اعلم بأنه لن تهب لك الاستقلال والحياة بدون أن تخوض المعركة القاسية. خذ الخطوبة، ادخل في هذا الخطوب والمصائب والمحن ولا تهب. ومن بعد يقول كاين أيضا عوامل لا بد من القضاء عليها. اقلع جذور الخائنين فمنهم كل العطب. الخائن الذي يخون وطنك لا يمكن أن تبني عليه مستقبل والدك. اهزز نفوس الجامدين، الناس اللي يجي يقول لك الاستعمار قضاء وقدر بعد ما نعملوا فيه، هادو ما تخليهمش، وعيهم وفيقهم حتى ما يبقوش في هذا. وأضق نفوس الظالمين، الصم، أعطي للصم، الصم هو قاتلهم بسلاحهم، بسلاح العلم، بالسلاح الحقيقي، بكذا، وهو ما تحقق يوم أول نوفمبر 1900 وكذا. تدرون أن أول صيحة رسمية لدعوتي إلى الكفاح المسلح خلاف اللي ما يزعمه الزعيمون المارقون عن عقيدتهم وعن دينهم وعن شعبهم، أول صرخة تطالب بالكفاح المسلح هو لبري باديس رئيس جمعية العلماء في سنة 1937. في هذه السنة ومع تأسيس حزب الشعب الجزائري قام مناضلوه بالتفرق في المدن والقرى والأرياف في محاولة لكسب مناضلين جدد لاستعمالهم عند الحاجة إليهم، وكانوا لا يهتمون بالتكوين والتعليم بل همهم الأول والأخير هو الاستقلال. حزب الشعب الذي يتفق مع جمعية العلماء ومحاربة الاستعمار وعلى أنه طرد الاستعمار، ولكن حزب الشعب يقول نطرد الاستعمار ثم نبني. جمعية العلماء تقول لا نبني ونحن جهال ولا نأخذ البلد ولا يتسلمها إلا من الجهال. عرضت جمعية العلماء هذا الطريق وجعلت همها منصبا على توعية الناس وتثقيفهم وتعليمهم دينيا أولا وسياسيا ثانيا قبل الدخول بهم في أي عمل. قال البشير الإبراهيمي في البصائر: إننا نعد من أضعف النتائج من أعمال الحزب آتياً من غفلتهم عن هذه الأصول ومن إهمالهم لتربية الجماهير وتصحيح مقوماتها حتى تصبح أمة وقوة ورأياً عامة. محال أن يتحرر بدن يحمل عقلاً عبداً، فإذا أردت أن يتحرر البدن أن تتحرر الجزائر تراباً ولغة وديناً، فحرر عقول الذين تدعوهم إلى أن يتحرروا، فتحرير العقول مقدم على تحرير الأبدان والأوطان. ما يقدرش يقول للجزائريين في سنة 31 هي ونديروا الثورة والناس تخاف من القبر، يقول لك القبر الجبانة تنوضوا وسيدي فلان وسيدي فلان وكذا. فأولا ولهذا هالعلماء قالوا إن تحرير الأذهان مقدم على تحرير الأبدان. هذه نفس السيرة نتاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني المرمى والمقصد والنتيجة هو إخراج الاستعمار. واحد يقول نبني من الآن أجيالا ونبني مدارس ونبني أمة، بعد ذلك يأتي الاستقلال. الحزب الشعبي يرى غير هذا، يقول فرنسا لا تتركنا نتعلم، فرنسا لا تفسح لنا أن نتعلم ولا أن نبني ولا أن نتحرك. إذن عندما نصبح مستقلين، عندما نصبح أحرارا في بلدنا، حين ذلك سنبني. جمعية العلماء وحزب الشعب وجهان لعملة واحدة. ابن باديس كان ينافع عن الجنسية الجزائرية، ومصالح الحاج ممثلا لهذا التيار كان يدعو إلى إحياء الدولة الجزائرية، وكلاهما يسعى من أجل استقلال شامل للشخصية والدولة والسيادة الجزائرية. دخل مصال الحاج ومعه حزب الشعب في صراع شديد مع الشيوعيين، وبلغ الصراع شدته في جويليا 37 900 ألف، حيث علم مصال بأن الحزب الشيوعي الجزائري
وأحزاب الجبهة الشعبية سيشاركون في احتفالات 14 جويلية وينظمون احتفالا كبيرا بهذه المناسبة. قرر مصلي الحاج عندها تنظيم مظاهرة أخرى يقودها حزب الشعب الجزائري، وقام بتجنيد 3000 مناظر للمشاركة فيها، ما إن انطلق الموكب الاستعراضي حتى قام أعضاء حزب الشعب برفع العلم الجزائري وبدأوا ينشدون النشيد الوطني للحزب فداء الجزائر وروحي ومالي، كما حملوا شعارات ولافتات كتب عليها برلمان جزائري، احترموا الإسلام، الأرض للفلاحين، المدارس للعرب. ثم بعد ذلك ساءت العلاقة بين حزب الشعب والأحزاب التي شكلت فيما بينها المؤتمر الإسلامي، حيث حاول مصلي الحاج أن يشارك في المؤتمر الثاني الذي انعقد في شهر جويليا 37 900 ألف، ولكن طلبه قوبل بالرفض. عند ذلك زادت المشاحنات، وأصبح مناضلو حزب الشعب يحتكرون لفظ الوطن والوطنية، حيث ينسبونها لأنفسهم وينفونها عن غيرهم. يعني قبل 43 هذا هو كان موقف تاع الجماعة، ما كانش يعني ما فيش ما تقولش بلي وطنية أبدا 43 أبدا. هذا رأيك، رأيك أبدا ماهوش وطنية أبدا. الوطنية عند جمعية العلماء موجودة حتى قبل تأسيس جمعية العلماء. الوطني هو الانتماء إلى وطن. هما وشنو ينتميوا لما؟ هما ينتميوا إلى فرنسا في 43. في 1925 أسس الشيخ بن باديس جريدة المنتقد، ماذا كان شعارها؟ الوطن قبل كل شيء. والوطن قبل كل شيء، الحق فوق كل أحد، والوطن قبل كل شيء. من كان يقول هذا الكلام في ذلك الوقت؟ لا يوجد لا حزب الشعب الذي كان في أول أمر نجم شمال أفريقيا بدأ 26-27، ولا توجد هذه التي تدعو إلى الوطنية. فهو يعتز بوطنه. رد الإمام ابن باديس في شهاب في عدد سبتمبر 37 900 ألف على بعض من كانوا يتغنون بالوطنية في ذلك الوقت بمقال عنوانه الوطن والوطنية، ابتدأه بقوله الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. بهاتين الجملتين منذ نيف وعشر سنين توجنا جريدة المنتقد الشهيد وجعلناهما شعارا لها تحمله في رأس كل عدد منها. هذا أيام كانت كلمة الوطن والوطنية كلمة إجرامية لا يستطيع أحد أن ينطق بها، وقليل جدا من يشعر بمعناها. أما اليوم وقد صارت كلمة الوطن والوطنية سهلة على كل لسان، وقد يقولها قوم ولا يفقهون معناها. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.